بغيت نعاود نذكركم مرة أخرى بداك الشيء اللي قال الدكتور حسن أوريد. حسن أوريد ماشي شي واحد عادي، حسن أوريد كبر مع جلالة الملك، قرأ معاه، كان في القصر الملكي، عارف وملم بخبايا السياسة الوطنية وش كيدور فيها وهذا. حسن أوريد كان قال أن رجال أعمال قاموا بانقلاب على الدولة وأحكموا قبضتهم، وراكم عارفين الكمالة. حسن أوريد كل نهار كان دوزو في بلادنا وكان تبع السياسة شي شوية، كان عارف كيتكلم على أخ النوش ومن معه، أخ النوش ومن معه. أخ النوش كيتبورد مع راساته، داير ما بغى. كتعرفوا ما خصناش نتعجبوا الى غدا سمعنا بان الخادمه في البيت ديال اخ النوش، احدى الخادمات ولا الجاردينية في الجرده ديالو، تعين وزير ولا تعين كاتب دوله ولا تعين شي حاجه، داير ما بغى. اخ النوش اغنى، اسمعوا معايا، اغنى رجل في المغرب بطريقه على ظهر الشعب. اخ النوش اول رجل سياسي في المغرب بالحزب ديالو، الدولة عاوناتو، الدولة دعماتو، الدولة خلاتو يتبورد في الانتخابات اللي فاتو. اخ النوش احكم قبضته على المغرب سياسيا واقتصاديا واللي بغيتو. خاصكم بغيتكم انا تجلسوا مع رجال اعمال الكبار ويعاودوا لكم، تشدوا راسكم في الميدان الاعمال، كنتكلم على مستوى عالي، يا معايا يا ضدي، وإلا ضدي غنطحنك، غادي نطحنك كل اللي بغيتي تكون. انت دابا كنتكلم على رجال الاعمال ولا في ميدان الاقتصادي وهذا. سياسيا عنده جميع الجهات ديال المغرب تقريبا، عنده المجالس الاقليميه، المجالس الجماعيه، الجماعات القرويه، كل شيء ديالو والمغرب ديالو. بانه انا متشائم، انا متشائم على الوضع ديال البلاد. ف يمكن غادي نرسل لكم مجموعه ديال الامثله ونقول لكم علاش انا متشائم، ولكن غير باش نوقف هذاك الخطاب. مجموعه ديال الناس قال لك مزيان دابا راه وضع يدو على الجرح، كاين اخرين قال لك لا مزيان هو كخطاب، ولكن خصو يزيد دابا، خصنا الافعال ماشي غير الاقوال، وخص رؤوس تقطع وحكومه تغير ولا الوزراء يتبدلوا الى اخره. انا غادي نمشي ابعد من ذلك ونقول ها هما تبدلوا الوزراء، ها هي تغيرت الحكومه، ها هما بدلنا المدراء، ومن بعد ومن بعد واش غادي تصلح الوضعيه؟ واش غادي المغرب زعما يمشي غدا من سيئين الى احسن حيت بدلنا ناس؟ ان الناس اللي غادي نجيبهم في مكان هادو اللي غادي يمشيو شكون هما؟ منين جايين؟ زعما جايين من السويد؟ جايين بالانجليز؟ زعما راه جايين بنفس البيئه، بنفس النخبه، بنفس الشعب، بنفس المدن، بنفس القرى، هذا الشيء اللي عندنا. وهذا اللي عندنا وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم يمكن ما يعجبكمش هو اللي فيه مشكل. ان المشكل ديال المغرب ماشي مشكل اشخاص او لا مشكل قانون او لا يعني اشخاص بعينهم او لا مشكل قانون لا مشكل مؤسسات. احنا عندنا مشكل في الشعب، احنا الشعب المغربي فيه مشكل اغلبيه يعني، كاين الناس الحمد لله دابا باش كان واحد الاقليه فيها شويه الضوء هي اللي راه ممشيه البلاد، حتى هذه زايده وكتيأس وترجع حتى هي تنقرض شويه بشويه الا ما صدركناش الامر. احنا مشكل، احنا الشعب فيه مشكل، خصنا نقولها واخا ما انتم كتقولوها يعني في الديور ديالكم، انا كنقولها بصوت عالي وكنقولها ونتمنى ان الامور تتغير ماشي باش نتشفى فينا نعتنى بكم. المشكل اللي عندنا في المغرب مشكل قيم، احنا ما عندناش القيم اللي كتاسس لهذه الدوله هذه. شنو هما القيم اللي عندنا؟ نتحداكم تسولوا شي واحد في الزنقه تقول له شنو هما القيم ديال المغاربه؟ ما عندناش. نعطيكم مثال الدول المتقدمه علاش متقدمه؟ لان عندها دي فالور كتمشوق دي فالور هي الطابلو دبور ديالها. كيقول لهم لي فالور ديال الدول الاوروبيه ولا امريكا، يقول لك حنا لي فالور هي الحريه، لا ليبر اونتربريز، حريه المقاوله، كتشوف كتشجع المقاولات، كتعطي لها الدعم وتشجعها، وحريه المنافسه، كتشوف كتقول لك كتشوفها كتلمسها، ماشي انت دير مشروع يجي واحد يطحنك لاباس عليه، او لا يديك البروجي، او لا البنك تخنقك. يعني حنا كنوفروا الظروف باش نخنقوا الناس ماشي باش نساعدوا الناس. حريه لي فالور عند الدول تاع الديمقراطيه، عند الدول الاوروبيه تقول مثلا الديمقراطيه سي فالور اسونسيال، كتشوفها كتجسد كذا، كتقول لك واحده من القيم ديالنا لي فالور هي المساواه
مساواة بين الرجل والمرأة، مساواة بين الناس، كتشوفها كتشوف المساواة بين الفقير والغني، يعني كاينة كتشوفها كتلمسها. حنا ما عرفش من المساواة، اش من فالور أصلا عندنا؟ عندنا دي فالور سي فري ما نكرهمش، ولكن لي فالور ديالنا ديال المغرب الزرقاء لاف، ضرب يدك، تحنمو، الرقمق، شلط دغيا، واش كاين شي زرق؟ لا ايوا لا زرقاء لا مرقى، هذوما القيم اللي حنا كنشتغل. تلقى المسؤول الكبير حتى المواطن العادي كيفيق في الصباح الهم ديالو خصو يضرب يدو يدبر على راسو اللي كاين فيت فيه كيف ما كاين. هذوما القيم ديالنا، بهاد القيم ما يمكن الا نزيدو نهودو. تضيور كتشوفوها يعني خرجوا شوفوا المدن ديالكم كي دايره، شوفوا المدن، خليوا الرباط، انا دائما كان الرباط استثناء، هذاك الرباط حيت ساكن فيها الملك والامراء، غدا ما يسكنش فيها الملك والامراء ويمشيو شي بلاصه اخرى، قسما بالله الا تلقى صحاب الكرارس والخضره والمهم والكريانات المهم في وسط المدينه عادي. شوفوا الفوضى وثقافه السيبه اللي راهم مستمره، شوفوا هذوما القيم ديالنا. نولي يمكن نولي نهضر على هذا الشيء، ولكن من تكلمنا حتى على الاداره، يعني نعطيكم نموذج على القيم ديالنا احنا في الاداره المغربيه، هادشي كنا قلناه وباش نعطيكم يعني نزكيكم هادشي اللي كنتكلم عليه. انتم مثلا ولادكم مين كيبغيو يخرجوا مثلا يبغيو يمشيو للسويقه ولا البنت تمشي للسويقه، وشنو كتقولوا لها؟ حضري صاكك، جمعي صاكك، ديري تحت باطك، تمشي مع البنت الصغيره، شدي البنت، شدي الولد، شديه مزيان، عندك تطلقيه، حضري جيبك، حضري سطامك، حدا الجسم ديالك، دائما ولدي واش تبع، واش حنا خارجين للمدن المغربيه ولا خارجين لا جانجل؟ كتمشي لواحد السوق اللي هو سوق عمومي، انت قبل ما تخرج من دارك وانت داير اتونسيون، ويمكن ترجع ولا ما ترجعش، المهم دير في بالك بانه غادي يوقع لك مشكل. وتمشي في الطوموبيل بالعزاج ديالك، دابا هادو الوالدات ديالنا وخوتك واش يقولك عندك بالله الباب، دير الفيرويا سونترال، طلع الزاج، عندك يسولك شي واحد جاوبه، عندك طلع شي واحد. خارج ديجا من شوكي ديرونج. فتكلمنا يعني سافرين باش كيقول لك لا واحد هذا متشائم بزاف، حنا الحمد لله شوف كاين مشاريع مهيكله ومشاريع تنمويه سافري كاين، انا ما كنكرش، كاين طونجيمات، كاين تي جي بي، كاين غادي يبنيو اكبر برج في الرباط غادي يوصل للسماء، كيتلاقى مع السماء، ولكن ما فائده انا نبني اكبر برج في السماء ومن نهود نخرج من الباب واحد يدير لي السيف هنايا، ما اش من فائده؟ اي دابا المطالب اللي ولا نطالبوا يعني غير الله يخليكم باش ما يعرضوناش بالسيوفه، الله يخليكم راه الزبل بزاف، راه ما قديناش نتنفسوا، راه المسكين الله يخليك، راه الباعه ما يسمى بالباعه المتجولين هما في الحقيقه هذوك يعني مافيات الان اصبحت لنا، هذوك عندهم ولا عندهم اكثر من السنديكا، يعني النقابه منظمه اكثر بي ام تي وهذاك الشيء، عندهم مجهد عند هما اللي كيديروا القانون في المدن، كيبلعوا الطرقات، يعني والله العظيم كاين شي مدن الطوبيس ما يقدرش يفوت، الطوبيس يعني الطوبيس لي بومبي ما يقدروش يدوزوا لهم، عندهم اوقات كيبلعوا. النموذج التنموي ديالنا خص يتعاد فيه النظر، لان وصلنا لواحد يعني عطاء في شي مجالات، يلاه راني متفائل. حنا يعني سيدي حنا ماشي بلد متخلف، حنا ماشي بلد متقدم، حنا بلد في طريق النمو بزاف، يلا عاود ما خصناش نعيق بزاف، حنا بلد في طريق غير معبده في النمو، يعني حنا بلد في لا بيست ديال النمو، يعني بيست يعني ديال التراب الحجر الغيس، تو ماشي طريقه عاديه ديال النوم، يعني الطريقه هذيك سهله راك غادي فيها غادي توصل النوم، بهذا الوضع اللي غادي فيه المغرب حنا غادي فواحد لابيست، يعني مره نطيحوا، مره نتقردوا، مره نزيدوا، مره نتعطروا، مره نوليوا اللور، مره تجي الفيضانات نغرقوا، هذا هو حنا في هذا الطريق. وانا قلت سي فري كاين مشاريع كبيره ولكن ماشي كافيه، الا كان الشاب فيه مشكل، الا كان الشاب ماشي مربي، حنا عندنا واحد الجيل راه طالع ديال الشباب الله يحفظه ويستر، وهذا الشيء جاي من التعليم اللي توا افلس، شنو هما الاسباب هذيك حاجه اخرى. وانت دابا كيقول لك اصلاحات في التعليم، ما خصنا اصلاحات، خصنا اصلاحات في المقررات، الشباب كيسب، الشباب ما كيحترمش، الشباب ما كت يعني السلطه امامه لا تعبر عن شيء، الشباب غادي في الوسط ديال في انفا، في وسط العاصمه الاقتصاديه، في وسط ما يسمى بالمدينه الذكيه، اكبر مدينه ذكيه في الاخر في افريقيا، فاينانس سيتي ما عرفتش شنو سموات، يعني ما كاينش اللي قدنا اكبر مدينه ذكيه، ما تلقاش حتى البلاكه تكون في الطوموبيل تبغي تخرج تمشي لوطروت ما تعرفش مين تبقى تدور تما كيلفا، مدينه ذكيه ما فيهاش اسلحه، حنا بولاداء ديروا غير البلاك نخرج بالاخر، شنو مدينه ذكيه؟ كنت في وسط انفا طوبيس فايت راكبين فوقه ماشي في الوسط، خلينا الطوبيسات اللي مهترئين ما فيهم ما يتشاف في المدن كامله،
وفوق الطوا فوق السطح ديال الطوبيس الشباب تما كنقرقب خاوني البلاكه ديال ستوب كيطبلوا بها قدامي شي كاوريات كيصوروهم بليزاباري فوتو وهذوك الشباب كيديروا شي اشارات جنسيه في وسط العاصمه الاقتصاديه وهذه مدينه ذكيه واش هاد الناس ما فاتوش على بوليس مصيبه مصيبه واش بهادو غادي نديروا التقدم هادو هما البشر اللي راه طالع وهادو هما اللي غادي يوليو اغلبيه وهذه هي التربيه فين وصلت لها التربيه ديال التعليم العمومي اللي ما يعني انا كنهضر ماشي حتى على الماده الماديات ولا المدارس ولا البنايات انا كنهضر المقررات ديالنا انتجت جيلا يعني كارثي خص القرارات المقررات تعاد فيها النظر وحتى التعليم الخاص راه الناس راه كترمي فلوسها فيه الناس ولات دير ولادها في التعليم الخاص غير باش ما ولادهم ما يتشرطوش ولا ما يتشفروش في المدارس العموميه زعما بحال اللي كيحلوهم يجي الطوبيس يديهم ويردهم صافي غنعمل من جولي مينا مي كيجيو انا كنشوف حتى النيفو ديال هذوك اللي كيقراو في التعليم الخاص راه مساكن واحد النيفو طايح بزاف راه كنحسهم كنبغيو نهضروا راه كيلاقى واحد جوج جمل بالفرنسيه والنص ديالها عامر اخطا قلت لكم الناس راهم كيديروهم غير حيت شويه نقيين وصافي لهم الطواليطات نقيين راه النيفو ديالهم طايح واش عمرو شفتوا عباد الله في العالم شي وحدين كيدي ولادو يقرا في التعليم الخصوصي وكيزيد يخلص عليه ليتود دي كور بريفي عند نفس المعلم اللي في التعليم الخصوصي كاينه غير في المغرب كتخلص الفلوس وكتزيد تخلص الاستاذ ديالو دي كور بريفي بغيت تحمق ولا فين كاينه هذه وفي التالي كيخرج على حدو قدو واحد يدير واحد ثلاث جمل بالفرنسيه صافي ولا بالسنكي وكذا من هذا التعليم الخصوصي المدن ديالنا كما قلت المشروع يعني المشروع ماشي المشروع كامل التنموي ديال البلاد خصو يتعاد فيه النظر لان وصل لواحد الحد اللي هو غاديين في الافلاس غاديين في المشاكل والمشروع راه ماشي خصنا اوروبا لا لا ماشي هذاك هو النموذج بزاف علينا ماشي جنوب اسبانيا والبرتغال هذاك بزاف علينا واحد التقنيه باش اصحاب السياسه خرجوا على المدن سميتها ديروغاسيون الاستثناء هاد ديروغاسيون هي اللي خرجت على المدن ديال المخ وخرجت على مجموعه ديال القطاعات وشنو هي الديروغاسيون؟ هي زعما شي حاجه هي رخصه استثنائيه انا كنت كنسمع الاستثناء المغربي وصحاب الاستثناء في شي حاجه في التقدم ما نعرف ولكن عاد فهمت تم كنت نهضر مع الناس عاد فهمت الاستثناء وهو انه القانون مثلا يجي يمنع يقول لك هذه زون فيلا يبنى فيها العمارات يجي رئيس البلديه ولا ويعطي ديروغاسيون واحد المقاول كيبني فيها ديروغاسيون انه مثلا عندك الحق تبني غير 3 ايطاج يجي رئيس البلديه يعطيك ديروغاسيون تزيد 2 ايطاج اخرين ديروغاسيون انه تبني هنايا مرافق عموميه وحدائق يجي رئيس البلديه يعطيك ديروغاسيون يقول ما تبنيش الحدائق ما تبنيش مرافق عموميه دير لوتيسمون وبيع وشري مع راسك وفي كاع هاد لي ديروغاسيون قسما بالله الى الرشكه كتلعب واحد زعما ما تما كيفاش يقتنيو المنتخبين فهذا ما يسمى بالديروغاسيون وهذه ما شيت يعني حتى في المؤسسات العموميه كاين ما انا هاد السي جبتو على الحسابات الا بغى يشد الصفاره مثلا ديال المنتخبين ما يبقاش يمشي بعيد يجي الاداره البلديه يقول لهم خرجوا لي كاع لي ديروغاسيون وغادي يشوف هذوك لي ديروغاسيون يضرب الحساب يقول لك 20 مليار ولا 30 مليار لي ديروغاسيون كل شيء تقريبا الاغلبيه ديالهم فيهم الرشوه كدور ما يمكنش هذيك الديروغاسيون ما يمكنش السيد حتى كان القانون كيقول لك 3 ايطاج حتى كتعطي له 5 ايطاج حبا فيه زعما علاش 5 ايطاج وواحد ما يعطيهالوش مشكل معقد غادي نتكلم لكم غير يمكن بعجاله باش نسالي هذه الحلقه على الوضع حتى هو الكارثي ديال الاداره المغربيه غير بعض الامثله باش تشوفوا يعني علاش كنقول هكا لان انا شفت هذه المره دار واحد الروبورتاج على طونجي تيك قال لك طونجي تكنولوجي مع هذا اللي عطوا الشينوا 30000 هكتار ولا ما عرفتش انا كنقول لكم من الان هذاك المشروع غادي يكون فاشل من الان نتمنى نكون خطا ولكن اذا مشيتوا بهذا الوضع هذا غادي يكون فاشل ان هذاك طونجي تيك راه خص الشعب اللي يخدموا فهذا الشعب غادي بهكا ما بقاش انه تجي تعلم الشباب انه يخدم واحد الماشينه خص هذاك الشعب اكثر من يخدم الماشينه خص عنده الرغبه باش انه هو يشتغل خص عنده نيه حسنه نيه صادقه كنت كتشوفوا الناس واش عندهم النيه في الخدمه كتلقى انا نعرف مقال يقول الناس بغاوش يخدموا الناس وانت حراميات الناس هكا الناس ما نعرف ولاو كيبغوا يديروا لارجون فاسيل خصو يربح دغيا كيقول لك انا نمشي نخدم في لوزين فوقاش ندير الطوموبيل فوقاش ندير الدار المهم خصو يدبر هكا واخا يخدم معاك يشفر كذا المهم لانه هذا الشيء لا يعني بان هذوك المسؤولين والباترونات هما راهم ظريفين حتى كل واحد والنيفو ديالو الاداره المغربيه هي اللي خصها تعطي المثال حتى هي مكرصه واش عباد الله عمر شفتوا شي دوله في العالم بغات تقدم مي كتبغي تدفع البروجي ولا شي دوسي ولا شي دوموند الاداره يقول لك زربي قبل رمضان راه داخل رمضان صافي دير شهر ما كاين والو شهر ما فيهش خدمه
كتجي عنده في رمضان يقول لك صاحبي ما تجي في رمضان واش كاين شي واحد يجي يخدم في رمضان حتى الله يهديك صاحبي وخلي تخرج رمضان. بس ما عمرو سمعتوها انتم الا راني نكذب نقولوها كيقولوا دغيا راه رمضان قبل رمضان الساق داو الغارات. واكثر من ذلك تجي الدوله تنقص ساعه الموظفين في رمضان ديجا ما خدامينش هذيك سبع سوايع ونص ولا ثمان سوايع ديجا ما كيخدموهاش الى جاي وفي رمضان يزيدني نقص له يقولوا التوقيت الرمضاني حلي التوقيت العادي كانوا مطفرينها دابا زدنا التوقيت الرمضاني نقصنا وراه خصنا نزيدوا 24 ساعه على 24 ساعه وشوف باش نطور ديجا كلشي ما خد شتو شي دوله في العالم تبغي تمشي تخدم في الاداره يقول لك نهار الجمعه يقول قبل 12 تقول له علاش راه مسالو انا بغيت نقول لك لا راه صلاه الجمعه من بعد عمرو شتو شي دوله في العالم موظف كيمشي يصلي صلاه الجمعه كيخرج مع 12 ولا وحده يمشي يصلي صلاه الجمعه وهم ياخذ وقته ومور صلاه الجمعه خصو يمشي ياكل سكسو عند مو جا في دارو ولا عند مو خصو يمشي عند الوالده ناكل سكسو وخصو يدير لاسيست شويه يرتاح لنا مور الطعام واللبن لان اللبن راك تعرف شويه يتقل خصو ينعس شويه ومن يفيق يجي 3 ونص يقول لك غنمشي ندير واحد الطله غادي يمشي نطل ولا يمشي يهز الفيستا ديالو اللي خلاها قبيله بينا ما راه تماك. انا غنقول لكم بعدا في هذه النقطه وانا كنتحمل المسؤوليه ديالي انا ما كنفهمش علاش الناس علاش الدوله كتسمح لهم باش يوصلوا لصلاه الجمعه وتعطي لهم هذاك الديروغاسيون غادي يقول لك نزاع ضد الاسلام لا ماشي ضد الجمعه هذوك فلوس كتخلصهم فلوس الشعب اسمح لي اللي بغى يمشي اما هذه الدوله تخلص حتى الناس العاطلين والشباب الاخرين باش يمشيو يصليو صلاه الجمعه علاش كتخلص غير الموظفين انا بالعكس انا معاهم اللي بغى يصلي صلاه الجمعه ما عندي حتى شي مشكل يخرج من الخدمه ديالو يمشي يصلي صلاه الجمعه ولكن ياخذ كونجي ما تخلصوش الدوله لان عارفين حتى الناس اللي ما كيصليوش صلاه الجمعه كيديو هذيك ديروغاسيون كيمشيو يضرب دوره ويكسكسو على خاطر ويرجع علاش الدوله تخلصك باش انت تمشي تصلي صلاه الجمعه الا فيك النفس وفيك الايمان ديال بصح انا الدوله خصها ما تخلصكش ونقول لك الا بغيت تمشي تصلي صلاه الجمعه خذها من الكونجي ديالك والله دارت هاد الدوله واحد لا مشى صلى صلاه الجمعه